إضافة إلى أنه يضاف إلى مثل هذه المقاطع أنها تبث الخوف والرعب في قلوب من هو ضعيف القلب من النساء من الأطفال. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما عند أبي داود قال لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وترويعه أنواع، كان فيما مضى يمكن أن يروع بصوت أو بحركة، الآن الترويع مع وجود هذه الوسائل وهذه التقنية تنوعت وتشكلت.